سلمى يا سلمى. الضابط ده ما طلعش اي كلام، وكل فولة ولها كيال، ودي فولة سمنانة قوي ملهاش كيال غير محسوبك ابو مطوى. حسابك مع اللي ربط معاك الكلام. ما تنقي ملفظك يا معلم خضير، كلامك ده معناه اني طمعان. عمر الطمع ما يعيش في وسط الجدعان، واللي ما يعرفش مقدار الناس يستاهل ضرب المداس. العفو يا معلم، الكلام الكبير ده ما يخلصناش. انا بقى هخلصك.